هلا انا بصف عاشر بالاي بي لازم نعمل شيء اسمه بيرسونال بروجكت، وهذا البيرسونال بروجكت اي طالب او طالبة اي بي بيقدروا ينقوا اي مشروع بدهم اياه حسب their personal interest. فانا حبيت اعمل فيلم قصير بيحكي عن قضايا معينه واهمها الفقر والتنمر في المجتمع الاردني خصوصا بالمراهقين في المدارس. هلا اجتني الفكره من الانترست او هوايتي الشخصيه اللي بتيجي من صناعه الافلام والفيديو اديتنج وهاي الاشياء. من هاي الهوايات صار بدي اعمل فيلم قصير، والصراحه بالنسبه للرول مودلز بتفرج على اكثر من حدا، ومنهم مثلا تيما شوميري. السيريز اللي عملتها شيء كثير كبير، ويعني خصوصا بالنسبه للمجتمع الاردني طرحت قضايا، وانا كمان اي سي هي از رول مودل الصراحه. انا بلعب دور تينا بفيلم قميص من نار. دوري هو بتنمر على ريان واروى اكثر شيء لانه مستواي المادي اعلى منهم، فبتنمر عليهم وبنفس الوقت بكشف شويه اشياء بيعملوها. كنت انا ناتاليا، البنت اللي بتكون انه بتضحك وبتتمسخر على الفقراء بنفس الوقت. اوف اوف رين، ما تضارب عليك حس الحنان هذا، ما انت كنت ماخذه موضوع الفقر مسخره السنه الماضيه، واول اوضح مثال مسخرتك الدائم على اروى. شخصيتي اسمها رين. هلا هاي الشخصيه كثير شخصيه اساسيه لانه بتفرجي الواحد كيف بفرجي حاله انه هو غني وهيك، وبيكون انه خايف يفرجي الوضع اللي هو فيه اللي هو الفقر. فانه هاي الشخصيه بتفرجي انه لازم الواحد يفرجي للناس انه هو بمكان عالي وهيك، وبيستحي يفرجي مكانه الواطي اللي هو فيه. فبالاخر بتتعرف على حدا زيها اوكي، وبتصير ترتاح اكثر بالوضع اللي هي فيه، بس لدرجه بيوصلها لجنون لدرجه انها تعمل إشي سيء بالناس الاغنياء، ما تتصرف بطريقه صح عن الفقر. حمسيش ما تزوديها، خذ لك سترين، كلنا بنعرف اني مهزله لست لتالي روتينا. اذا انا عباره عن مهزله، اذا انتو صاحبتك ايش؟ بقى واعي المدرسه ما اشتريتوا